روسيا المرافق للسيد منتدى على هامش الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى. يأتي تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية على هامش حدث سياسي كبير، هو انعقاد الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون، وما يرافق هذا الموعد المتجدد من حرص وعزيمة كبيرين، لا سيما من لدن قيادتي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس السعيد، من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون. إنني وأخي أحمد الحشاني انطلاقاً من قناعتنا الراسخة والمشتركة بأن هذا المنتدى سيكون بداية لعهد جديد في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وتونس، وبين المتعاملين والمستثمرين الجزائريين وأشقائهم التونسيين. لقد بينت التغيرات الدولية أنه لا خيار لنا سوى توحيد جهودنا. Il nous faut à tout prix nous unir. وتعزيز عملنا المشترك لنحقق التكامل الاقتصادي المنشود باعتباره ضرورة ملحة لبلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية الفاعلة.